السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة لي بالياسمين، تحية طيبة طلاب الثالث الثانوي الفرع العلمي. نحن اليوم إن شاء الله مع الدرس الأخير بإذن الله تعالى من كتابنا المقرر. نحن واصلين لليونت 8 لسن 8. نحن الآن Scientific English، اللغة الإنجليزية العلمية. لأول مرة راح نبدأ بالعكس، لأن النص موجود بالورك بوك والتمارين الموجودة عليه موجودة في كتابنا الأساسي بالكورس بوك. رح نبدأ مع بعض بقراءة النص. English the language of science، اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم. رح نبدأ مع بعض. هو عم يقول إنه في جملة لازم أنت تبدأ فيها، تحطها في مطلع يعني العنوان، خلينا نسميه الهيدلاين. رح ناخده من هذا المستطيل. رح نبدأ مع بعض. رقم واحد، number one، رح نكتب facts about English، حقائق حول اللغة الإنجليزية. Since the Second World War, منذ الحرب العالمية الثانية, many scientific journals have started to publish in English instead of in the national language. عديد من الصحفيين العلميين بدأوا بنشر مقالات باللغة الإنجليزية بدلاً عن اللغة الأصلية. For example, the Mexican journal Archives de Investigaciones Médicas, صحيفة هذا الاسم الفرنسي was originally published in Spanish، العفو الإسباني، هي بشكل عام كانت تطبع باللغة الإسبانية. Later، فيما بعد، abstracts of each article were introduced in English. الاستدلالات اللي كانت تطبع عن كل مقالة كانت تقدم باللغة الإنجليزية. Then، ثم، articles appeared in Spanish with a complete English translation. المقالات ظهرت في اللغة الإسبانية مع ترجمة للغة الإنجليزية كاملة. Finally، أخيراً، the journal was published entirely in English and had an American editor. الصحيفة بشكل كامل طبعت باللغة الإنجليزية وملكت محرر أمريكي. The name of the journals had changed to Archives of Medical Research. وحتى اسم الصحيفة تم تحويله إلى أرشيف البحث الطبي. This language shift has also occurred in other countries. هذا التغير في اللغة قد حدث في بلاد أخرى. In France، في فرنسا، for example, a survey in the 1980 shows that nearly two-thirds of publications by French scientists were in English. أظهرت إحصائية بأنه في عام 1980 تقريبا ثلثي المنشورات اللي تم طباعتها في من قبل العلماء الفرنسيين كانت في اللغة الإنجليزية. Paragraph 2، العنوان الهيدلاين History of Scientific Language، تاريخ اللغة الإنجليزية العلمية. Some science subjects have been more affected than others by this shift towards English. بعض المواد العلمية قد أصبحت أكثر تأثراً من الأخرى في هذا التغير نحو اللغة الإنجليزية. The table shows the results of a survey of German academics. القائمة الموجودة اللي هو عاطينا هذه 40% 48% عم يقول إنه هي تظهر نتائج هاي الإحصائية، نتائج إحصائية الأكاديميات الألمانية. Over أكثر 98% of the German academics in the field of physics claimed that English was the working language. أكثر من 98% من الأكاديميات الألمانية في مجال الفيزياء صرحت بأن اللغة الإنجليزية كانت هي لغة العملية اللي راح يتم العمل فيها. Other pure science، علوم صافية أخرى، علوم واضحة أخرى، such as chemistry and biology، مثل الكيمياء والعلم الأحياء، also had high scores in the survey، حصلت على نقاط عالية في الإحصائية. On the other hand، من جهة أخرى، subjects such as law, theology, classics and history used English much less frequently. بأنه من جهة أخرى المواد مثل الحقوق، theology العلوم النظرية، الكلاسيكس العلوم القديمة and history والتاريخ used استخدمت اللغة الإنجليزية أقل تكرارا، يعني أقل تواترا. Will this situation continue؟ هل هذه الحالة تستمر؟ Or like Latin 300 years ago، 300 سنة، من 300 سنة مضت،
will it be replaced by another language of science أو أنها سوف تستبدل بلغة أخرى للعلوم. يعني كانت اللغة الأصلية للعلوم هي اللغة اللاتينية، من بعدها تم استبدالها باللغة الإنجليزية بعد 300 سنة. فعم يقول إنه عجب، ل 300 سنة راح تبقى اللغة الإنجليزية ولا راح يتم استبدالها؟ الباراجراف 3 بالنسبة للهيدلاين ساينس جورنالز، صحفيين يعني علميين. If a scientist in Libya wants to communicate with the scientist in Japan، لو أن عالم في ليبيا راح يتواصل مع عالم في اليابان، which language will they communicate in؟ بأي لغة سوف يتواصلون؟ The answer is probably in English. الجواب على المحتمل الإنجليزية. Does this mean that English is becoming the international language of science and technology؟ هل هذا يعني بأن اللغة الإنجليزية أصبحت اللغة العالمية للعلوم والتقنية؟ Just consider these facts. فقط باعتبار هذه الحقائق، 80% of science books and journals throughout the world are published in English. حوالي 80% من الكتب العلمية والمقالات الصحفية عبر العالم طبعت في اللغة الإنجليزية. Many scientific conferences in non-English speaking countries are being conducted in English. عديد من المعارض المهرجانات لدول غير الناطقين باللغة الإنجليزية عقدت في اللغة الإنجليزية. 80% of information stored in the world's computers is in English. 80% من المعلومات المخزنة على حواسيب العالم هي في اللغة الإنجليزية. Most communication on the internet، معظم التواصل على الإنترنت، widely used by scientists، وبشكل واسع المستخدم من قبل العلماء، is in English. Statistics do seem to suggest that English is, in fact, the new scientific lingua franca. الحقائق الإحصائية دلالات الموجودة عنا بتظهر بأنه اقتراح أنه فعلاً اللغة الإنجليزية في الحقيقة هي راح تكون اللغة المشتركة العلمية. Last paragraph, subject survey، إحصائية المادة أو الموضوع اللي نحن عم نشتغل عليه. English, however, has not always been dominated in science. اللغة الإنجليزية ليس فقط ظهرت في برزت في العلوم. In earlier period in history, في فترات أبكر، في فترات قديمة من التاريخ، Greek, Arabic, Latin and German have at one time or another been the leading language of science. اللغة اليونانية، العربية، اللاتينية، الألمانية في وقت من الأوقات هي التي قادت لغة العلوم. English became important in the 17th century with the rise of British science. ظهرت اللغة الإنجليزية وأصبحت مهمة في القرن السابع عشر مع ظهور العلم البريطاني. Scientific publications in English such as philosophical translation produced by the Royal Society in London. المنشورات العلمية في اللغة الإنجليزية والتي كانت هي philosophical transactions produced، تم تقديمها من قبل المجمع الملكي في لندن. When read throughout the world scientific community كانت مقروءة حول العالم من المجتمع العلمي. But the position was soon lost to German. لكن هذا الموقف بشكل سريع يعني تم خسارته أمام اللغة الألمانية، which became the dominant language of science until the First World War in 1940، حيث أصبحت هي اللغة البارزة للعلوم حتى الحرب العالمية الأولى بال 1914. After the war, the growing influence of the United States made sure that English once again became the most important language in scientific publishing. بعد الحرب ومع التأثير المتزايد، التأثير النامي للولايات المتحدة، أكد بأن اللغة الإنجليزية عادت من جديد لتصبح هي اللغة الهامة في مجال النشر العلمي. الآن بعد ما ترجمنا المقطع بنرجع باتجاه كتابنا الكورس بوك لحتى نحل بعض التمارين عن القطع الموجودة عنا.
here. Close your workbook. أغلق كتابك ال workbook. Work on purpose. Answer the question. Then check your answers in the text on workbook page 57. رح نرجع نحل التمارين من النص اللي قرأناه بالصفحة 57. What percentage of information in the world computers is in English? ما هي منافع أن تكون المعلومات المخزنة في حواسيب العالم باللغة الإنجليزية؟ هو قال إنه 80% is in English. قال إنه 80% هي في اللغة الإنجليزية. نسبة 80%. When did English first become an important scientific language? متى اللغة الإنجليزية أصبحت اللغة العلمية الهامة؟ منقول in the 17th century في القرن السابع عشر. Number three, what language was the Mexican Journal's Archives of Medical Research originally published in? في أي لغة كانت الصحيفة تنشر؟ It was originally published in Spanish. هي صحيفة مكسيكية لكن كانت تنشر في اللغة الإسبانية. Number four, what did the survey of French science journals show? إيش أظهرت الإحصائية بالنسبة للصحافة العلمية الفرنسية؟ أظهرت إنه two-thirds of the journals were in English. أن ثلثي المقالات العلمية كانت في اللغة الإنجليزية. Number five, who were involved in the survey of language and science? مين كان مشترك فيها؟ كانت German academics. كانت الأكاديميات الألمانية. In which subject is English used most as a working language according to the survey in Germany? بالنسبة للإحصائية اللي قدمتها ألمانيا منقول إنه English is most widely used in physics. في أكثر مادة هي انتشرت بالفيزيكس بالفيزياء. حلينا التمارين منضل مكملين بكتابنا نفسه. Lesson 9 A Dictionary of Science. الدرس التاسع في عنا قاموس العلوم. هاي المصطلحات الابروفيشن لازم تكون انت الاختصارات هاي حفظانة غيبا لانه راح تنسأل عليها في الامتحان. راح نبدأ مع بعض. هذا الاختصار هو اختصار ل Atomic Number الرقم الذري. Atomic Number نستخدمه بهاي الطريقة اختصار ال CONC اللي هو اختصار لكلمة Concreted. I'm sorry, concentrated. إنه مركز عليه. Concentrated. المركز. Number three, the AW اختصار لAtomic Weight. الوزن الذري. AW اختصار لAtomic Weight. الكيج كلتنا بنعرفها للكيلوغرام. BP اختصار لBoiling Point. نقطة الغليان. في الفيزياء نقطة الغليان. BP. MM كلاتنا بنعرفها اللي هي المليمتر استخدام للمليمتر. CC كمان بنعرفها هي اختصار للكوبيك سنتيمتر السنتيمتر المكعب. MP الميلتينج بوينت نقطة الذوبان يعني BB بويلينج بوينت MP ميلتينج بوينت نقطة الذوبان. ال CHEM اختصار لكم اختصار لكيمستري نختصره بكلمة كيمستري. ال PHYS physics اختصار للفيزياء. ال FP اختصار لفريزينج بوينت نقطة التجمد. ها صار عنا بويلينج بوينت ميلتينج بوينت وصار عنا فريزينج بوينت. ال SQ اختصار لكلمة سكوير مربع مثلا متر مربع. ال HZ اختصار لكلمة هرتز لما منقيس الكهرباء. TMP اختصار لتمبريشر درجة الحرارة. الآن complete the dictionary definitions choose from the words in the book. رح نختار الكلمات الموجودة داخل الصندوق لحتى نكمل التعاريف الخمسة لبعض المصطلحات العلمية الموجودة عنا. Number one, the general term for cool. المصطلح العام للفحم oil النفط and natural gas والغاز الطبيعي هو fossil fuels المواد الباطنية الوقود الباطني. Number two, a solid whose elements are arranged in a definition geometric pattern the ages of نحن لما نتكلم هنا عن الحواف منقول the ages of crystals هو حواف الكريستالز
are straight and the surfaces flat. Number three, naturally according polymers made from chains of monomers called amino acid. الآن الأمينو أسيد من إيش منكمله؟ منتبع إنه are used by living cells. يستخدم من قبل الخلايا الحية. ها هو البروتين. البروتينز البروتينات بيستخدمها الخلايا الحية for growth and the repair of living tissue. Number four, a substance which increases the rate of chemical reaction without undergoing any permanent change itself is known as هاي المادة نحن بنسميها الكاتاليست. هي المادة اللي بتقوم بكل التفاعلات الكيماوية بدون ما تتأثر هي بنفسها بنسميها الكاتاليست. Number five, شو هي المادة substances containing viruses اللي بتحتوي الفيروسات؟ طبعا هي الفاكسين اللقاح الفاكسينيشن اللقاح اللي يحتوي على فيروسات وميكروبات اللي احنا بيتم حقنا في جسم الانسان. الان في عنا قطعة اللي هي latent heat الحرارة الكامنة. رح نقرأ مع بعض ونملي الافعال داخل القطعة. latent heat the amount of heat تعريف الحرارة الكامنة the amount of heat absorbed or منقول released هي الكمية من الحرارة التي يتم استيعابها أو تحريرها while a substance is changing بينما المادة تغير its state حالتها is called its latent heat تسمى بالحرارة الكامنة. يعني لما أنا بحول المادة من الصلب إلى السائل بتكتسب حرارة لحتى تتم عملية التحويل فهي بسميها الحرارة الكامنة. For example, when water begins to boil, عندما الماء يبدأ بالغليان, its temperature remains, درجة حرارته تبقى, نقول constant, ثابتة. درجة حرارته constant, ثابتة. Even though heating continues, بينما التسخين يستمر. The heat supplied is used to enable the water. هذا الدعم بالحرارة يستخدم ليمكن الماء منقول molecules يمكن جزيئات الماء to escape from the attractive forces of their neighbors. هذا اللي بيخلي إنه جزيئات الماء تتحرر من القوى اللي مطبق عليها القوى المؤثرة من جيرانها من الجزيئات الأخرى. التعريف الثاني هو تعريف الـ inversely proportional النسبية العكسية. النسبية العكسية two quantities بنحط كلمة quantities two quantities are inversely proportional when one quantity is directly proportional to the ممكن نستخدم كلمة reciprocal انه ممكن اقول انه هي كمية من المواد اللي انا ممكن اطبقها مع بعضها واللي بتتأثر بشكل نسبي بشكل تتأثر نسبيا بشكل متبادل مع the other الاخر. Of other words بمعنى اخر if one quantity is doubled لو انه نوع معين كمية معينة تم مضاعفته then the other will be halved القسم الاخر راح يتم اقتسامه الى نصفين. Density الكثافة the density of a substance كثافة شيء معين كثافة مادة معينة is mass divided القسم الأكبر by its volume من حجمه and stated in units of ممكن أقول جرام أو مثلا سنتيمتر مكعب. A substance with a large mass occupying a small volume هاي المادة مع القسم الكبير اللي بتشغله في مجال من حجم صغير مثلا such as ممكن أستخدم مثال ليد الرصاص. الرصاص بالنسبة لنا هو بيتميز بأنه كتلته صغيرة لكن وزنه كتير فبيقول هذه high density بيملك كثافة عالية. Many gases have a low mass occupying a large volume عديد من الغازات بتملك تشغل مساحة قليلة
لا هي بتشغل مساحه قليله بالنسبه لضخامه المكان. اخر كلمه ما ضل عنا غيرها فمنقول they have low density، هن بيملكوا كثافه قليله منخفضه. Every substance has its own different density which helps in identifying substances. منقول انه كل ماده بتملك كثافه مختلفه والتي بتساعد على في تعريف المواد. نحن استخدمنا الكلمات الموجوده في المستطيل، ملأنا فيهم الفراغات. الان لو كملنا على lesson 10 على الدرس العاشر، بنلاقي lesson 10 هو what I enjoyed. ما فيه شيء انا ممكن استفيد منه، عباره عن بعض المعلومات البسيطه. من بعدها عندنا lesson 11 رح نحكي فيه بعد شوي ان شاء الله. الان لو رجعنا برجوع للورك بوك لحتى نحل بعض التمارين، ننهي lesson 9. I'm sorry. بالورك بوك عنا ماذا sentences word from 1 to 6 to the language that they came from. رح نوصل هاي الكلمات مع اللغة اللي هي مأخودة منها. For example, anatomy علم التشريح مأخوذ من اللاتين E، بوصله مع E. Data المعلومات مأخوذة من C Greek اليونانية. Zeitgeist مأخوذة من D German الألمانية. Mosquito مأخوذة من A Spanish. استوديو كلمة استوديو مأخوذة من F إيطاليان. تسونامي مأخوذة من طبعا اليابانية. الجواب B. الدرس العاشر نحن حذفناه على كل الأحوال. الآن طلاب في عنا إن هون ننتبه إن هو بدأ من الرقم 21. طيب العشرين نقطة السابقة وين موجودة؟ موجودة بالكورس بوك. شو رح نعمل الآن؟ بتمنى منكم شوية تركيز. الآن في عنا نحن هون كويز رح نحله مع بعض بالدرس الأخير من الكتاب. اختياري هو معظمه A B C أو رح نكتب بعض الاختصارات. يعني for example رح نبدأ الكويز باللسن 11 science quiz اختبار علمي. Underline the odd one out the odd word out in these groups. رح نحط دائرة على الكلمة الغريبة. أنت رح تقرأ الكلمات الأربعة وتحط دائرة على الكلمة اللي أنت بتشوفها غريبة. هذا الكويز رح تعملوه بأنفسكم. السؤال الثاني هو circle the correct answer. حط دائرة على الجواب الصحيح. نحن عنا من 6 إلى 10 مجموعة أسماء علماء قاموا بكتابة كتب أو ببعض الاختبارات أو بعض الحقائق العلمية اللي هن قدموها، فأنا بدي أعرف اسم العالم اللي سوى هذا الشيء. السؤال C complete this definition circle A B C or D. الآن في عندي تعريف، التعريف موجود لكن اسم التعريف رح أختاره أنا. يعني مثلا التعريف الأول ده أختار أنه هذا تعريف لل الكيوب بيرماتس أو بريزم أو تريانجل، ده أختار اسم التعريف. السؤال دي complete the paragraph with words from the books. راح نكمل الفراغات من الكلمات الموجودة داخل المستطيل. منلاحظ أنه آخر رقم موجود عندنا هو الرقم 20. تمام؟ وين منكمل ال 21؟ منكملها بالورك بوك. منشوف أنه هم بدأ من 21. راح نبدأ write out this abbreviation is full. رح نكتبهم بالصيغة الكاملة لهي الاختصارات. إيش معنى CD, IT, PC, 3D, laser. منكمل مع بعض منلاقي إنه circle the correct answer. حط دائرة على الجواب الصح. هون في عندي سؤال وأنا بدي أختار جواب. مثلا what was Bangor. رح أختار شو هاي الكلمة شو كان معناها. السؤال C how did you score. كم جمعت. الآن أنا لما بحل التمرين بند بشوف يا ترى أنا حليت الإجابات الصحيحة طلعت من 26 ل 30 معناها أنا excellent. طيب من 21 ل 25 very good. من 11 ل 20 quite good. يعني أنا شوي منيح لكن مو منيح كثير. لكن أنا مضيع بعض الأبواب. تمام؟ لو أنا جبت أقل من 10 could be better. لازم إنه أنا أدرس أكثر. الآن بتمنى بس أنا أنبهكم على شغلة ما بتروحوا عليها لحتى تكملوا الكويز اللي هي
انه اجوبه الكويز موجوده عندنا، شايفينهم موجوده في اخر المستطيل من 1 ل 30، لكن بتمنى ما حد يطلع على الاجوبه خالص لحتى يحل الكويز بالكامل وبعدها يرجع على النتائج. وارسلوا لي كل واحد كم وحده جاوب، يعني هي من باب الكويز انك تشوف انت اختبار لنفسك في الكتاب بالكامل، معلومات 30 بند بيختصروا لك الكتاب بالكامل. بهي الطريقة كل عام وانتم بخير، انتهينا من المنهج بالكامل ان شاء الله يا رب بالنجاح والتوفيق واعلى الدرجات. وللاستفسارات نحن جاهزين على جروب الواتساب بانتظار اسئلتكم. سيو ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. Goodbye.